معك لطفي عبد الصمد، كانت السنه الرابعه المدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه بقنيطره، شارك في واحد الشركه كان ناشئه سميتها روكيت كامباني، تنصاوب هذا لو برودوي ديالنا. شنو هو هذا لو برودوي ديالنا؟ هو ان كويزور ايكولوجيك، يعني فران ايكولوجي مصاوب من مواد مدوره باز دو ماتيريو ريسيكلي. الهدف ديالو انه جا باش يعوض داك القانون التقليدي اللي كاين في العروبيات. الهدف ديال هذا هو انه تنقص 8 د المرات قل ديال الخشب، يعني الا كان خاصك 8 كيلو باش انك تطيب في الفران التقليدي، هذا تحتاج غير كيلو واحد. علاش هاد النقص في الاستعمال؟ هنايا بينها فين هاد البلاصه كاينه واحد لاماتيغ ايزولونت اللي تتخلي ان الحراره ما تضيعش، عكس داك الفران العادي تتكون هذيك لاشومبر كبيره، تدخل تتلقاها سخونه، تتلقاها فيها بزاف ديال الغازات ديال ثاني اكسيد الكربون. حنا الهدف ديالنا ماشي اننا نسخنوا ديك لاشومبر، الهدف ديالنا هو اننا نطيبوا. حنا داكشي علاش خدينا داك الهدف وحاولنا اننا داك الانرجي اللي تتعطيها لنا داك الكيلو ديال الخشب يتكونسونطرا علينا هنايا. ثاني حاجه هو انه تنقص انبعاث ديال درجه ديال ثاني اكسيد الكربون حتى 80% اقل مقارنه مع الفران التقليدي. طريقه الاستعمال ديالو انه تتخشي الخشب من هنايا عادي، تتكون واحد لابلاك تتخشي الخشب هنايا عادي، تتحط الطاجين ديالك هنايا وتطيب على بركه الله. وكما تيبان لكم مصاوب اباز دو ماتيريو ريسيكل، مواد مدوره ويلي ترونسبورتابل، لا خفيف زعما تتهزو معك فيما بغيتي. قدم لكم واحد المنتوج سميتو اداء ايكويد، صاوبون الدراري من المدرسه من المدرسه الحسنيه للمهندسين. شنو كيفاش تخدم هذا؟ هو انك تشد الطاجين ديالك ولا الجميله ديالك ولا الجميله ديالك، بعد ما تطيب 20 دقيقه فوق البوطه ولا فوق اي فران عادي، باش انها تبدا تخرج داك البخار، تتحل هكا تتخشي فيه هكا بهذيك السخونيه اللي فيه، تتسدو شويه هكا تتحطو هكا تتخليه لمده 3 ساعات، تجي تلقى الطاجين ديالك طاب ولا الكميله ديالك طابت بلا 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 عافيه بلا حتى حاجه. يعني انك تستعمل الكميله ولا الفوخ 20 دقيقه وتجي تكمل الكاب ديالك انا 3 سوايع بلا استعمال دون استعمال اي حاجه، اي ان الحراره اللي تتخرج هذاك الكميله وداك الطاجين تتحاول تبقى تدور في واحد السلسله باش انه هو تيطيب راسو براسو. عطينا خدمنا بهذا تحطها فيه 20 دقيقة تتبقى بقلق هذاك مازال ما طاب، لا ما طابت عاد تبقى عاد تسخن تاخذ واحد درجة الحرارة. عندما حطينا هذا ب 20 دقيقة تجي تحطها تكمل هنايا، تحطها هنا تخليها هنا 3 سوايع تلقاها طابت. معكم اونتربريز سولاراما كاينة في مراكش، كتكلف بالبيع ديال هذا وصنع هذا الفرن الشمسي، سي اون بارابول سولار. كيفاش كتخدم؟ هي كنطيبوا بها في هذه الالواح المعدنيه، فاش كتعكس لنا اشعه ديال الشمس على هذه الالواح المعدنيه كيضربوا في هذا لو بوين فوكال، النقطه المركزيه اللي كتعطينا واحد الحراره كافيه باش اننا نطيبوا داك لوبجي اللي بغينا. وداك الشيء الطاجين خدا لنا ساعه ونص ماكسيموم على حسب الشمس، الا كانت كاينه نيت الشمس راه غادي يطيب في وقت قصير. غادي نقول لك ان كاين واحد الحيوانات كيعيشوا في المحيطات اللي هما القشريات، اييه الصدفيات. هاد القشريات ملي كيولي البحر غيولي حمضي غادي يتحللوا غادي يموتوا. الا مشاو تماتوا هما كاينين في واحد النظام غذائي، واحد السلسله غذائيه كبيره، الا حيدنا منها غير واحد الحلقه كامله غادي تخربق. فهمتوا كيفاش؟ غير اللون، شدوهم بيديكم قلبوهم بيديكم وشوفوهم باش عامره. شنو فيها هذه؟ فيها الهواء، وهذه فيها الهواء، الماء والهواء. هنايا هاد جوج نفخات شدوهم خليهم عندكم. هنايا عندنا جوج ديال الشمعات، هاد الثانيه غادي نحاولوا نشعلوها. هنا عندنا نفس الكاس نفس الشمعات والنفخات بجوجهم، عندنا جوج نفخات نحاولوا نحطوهم في نفس الوقت فوق من هاد الكيسان، واحد جوج ثلاثة نحطهم وغادي نشوفوا شنو غيوقع. فوالا هذا هو السؤال، هاد النفاخة علاش تفرقعات وهادي ما تفرقعاتش؟ هنايا هادي علاش ما تفرقعاتش؟ داك فيها الماء، فيها الماء. شنو دار يعني هاد الماء؟ الماء تخلط هو وداك. شنو تخلط؟ هو وداك الأكسجين. ما كاين هنا لا أكسجين لا والو، هنا أكسجين. ماشي هاد الماء زاد الثقل ديالها. اها العافيه تقلب على سميتها، يعني دابا انت الثقل هو اللي البروده ما خلاش ديك البروده. اين بروده؟ البروده تاع الماء. اها مع سخن داكشي هو يتبخ. بان لك هنا شي بخار، كاين شي بخار هنايا. شنو دار استاذ؟
فوالا الماء عنده تا هو واحد الخاصيه لانه شي يدير الحراره تيمتص الحراره. غادي نوريكم هاد المحيطات الا مشينا حتى سخناهم غادي نشوفوا شنو غيوقع لهم. لاحظوا معايا شنو وقع. ارتفعت منسوبيات المنسوب ديال المياه غادي يرتفع. علاش؟ حيت الماء الا بقى تيسخن 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 شنو تيوقع ليه؟ حتى هو كيتمدد. اسهل اكسبيريونس عاوتاني انا متاكد انكم كاملين كديروها في الدار، كتعمروا اتاي ياك. اتاي ملي كديروه فوق من البوطه شنو كيوقع ليه؟ كيتشحر. ملي كيتشحر شنو تيدير؟ ما عمركم سولتوا علاش تيفاد؟ فوالا حيت الماء ملي غادي يسخن قبل ما كيتبخر اول حاجه كيدير كيتمدد. داكشي علاش كنقولوا لكم انه البحار ملي الا خربقنا المناخ ولا بدلنا هذا المناخ ولا زدنا في درجه ديال الحراره البحار ديالنا غادي يتمددوا غادي يرتفع منسوب ديال المياه وغادي يوليو عندنا بزاف ديال الكوارث الطبيعيه. في هذا المجسم غادي نحاولوا اننا نشرحوا لكم شنو هما الطاقات المتجدده. في هذا المجسم هو عندنا واحد المجسم كيمثل لنا كوكب الارض، الجبال ديالها، الهضاب والبحار والوديان. هنا كما كتشوفوا الفوق عندنا الطاقه الريحيه اللي كنحاولوا نشرحوا للناس شنو هي الطاقه الريحيه، امتى تقدروا نديروا الطاقه الريحيه وفين نقدروا نديروا الطاقه الريحيه، فين كاينه عندنا الطاقه في الريحيه في المغرب اللي كاينه في الشمال المملكه وفي جنوب المملكه. الطاقه الشمسيه حتى هي اللي كاينه هنايا وتنعطيو المثال ديال الطاقه الشمسيه اللي كاينه عندنا هنايا في ورزازات. كنحاولوا نبينوا للناس الطاقه المائيه اللي كنقدروا ننتجوا الطاقه المائيه بواسطه السدود اللي كنعرفوا ان المملكه المغربيه عندها واحد العدد كبير ديال السدود اللي هو 176 سد، ولكن للاسف ما كنستعملوهمش في انتاج ديال الطاقه المائيه. كنزيدوا نهبطوا شي شويه لتحت كنشوفوا المحيطات والوديان. هاد المحيطات والوديان كيكونوا عندنا واحد التيارات ديال المحيط كنتاو تنديروا فيهم واحد المراوح اللي حتى هما كيدوروا كينتجوا لينا واحد الطاقه متجدده. الا زدنا هبطنا هنايا لتحت غادي نلقاو الطاقه الجوفيه. كنعرفوا انه في التكوين الجيولوجي ديال كوكب الارض انكم هبطنا في التحت كما كتزاد درجه الحراره. داكشي علاش كنديروا واحد الثقوب ولا واحد الحفار كبيره كنديروا فيها واحد الانابيب اللي كنكبوا فيها الماء بواسطه داك التبخر ديال داك الماء كيطلع بواحد الضغط مرتفع وكيدور لنا واحد العنفات او واحد التوربينات كينتج لنا طاقه اللي هي طاقه بيان سور نظيفه 100%. اخر طاقه اللي غادي نوريكم هنا هي الطاقه الحيويه او الطاقه اللي ناتجه على تحلل ديال الكائنات الحيه. هاد الكائنات الحيه كنعرفوا انها كتحلل وملي كتحلل كتنتج لنا واحد الغازات. هذوك الغازات حتى هما كنجمعوهم كيديروا لنا واحد الضغط مرتفع كندوزوه من واحد النظام ديال التوربين او النظام ديال المروحات كي حتى هو تيجينيرا لنا ولا تنتج لنا واحد الطاقه اللي هي متجدده 100%. شكرا.